لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. السلام عليك سيدي قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير سيدي بخير، هاني العائلة كل شيء بخير الحمد لله الشريفة، بارك الله فيك. الحمد لله. أش غنقول لك الحاج قريبان، هذه الحلقة ديال اليوم بالذات راه بكيتيني فيها أنا شخصيا. الله يحفظك. كيف انت كتقول وانا كنبكي، وحق الله العظيم الا داكشي اللي داز على الرسول صلى الله عليه وسلم راه ماشي سهل. صلى الله عليه وسلم. والله والله شفتهم اللي بديتي كتبكي انت، راه صافي راني بكيت والله. لا اله الا الله. الله يرحم اللي قراك. بارك الله فيك. يرحم اللي قراك، يرحم لكم ميمتك وباك في هذا النهار. اللهم امين. يحفظ لك وليداتك. يا ربي كريم. يحفظ لك وليداتك. انا عندي واحد الاسئله سي الحاج قريبان. اياها لله. على بغيت نسولك على السيده زينب اللي مدفونه في مصر. نعم اياه. ياك حيت انا كيقول لك يا بنتي بنتي رسول الله. اياه نعم. ياك. نعم. وسؤال ثاني بغيت نسولك على الاوقات التي لا يجوز فيها قراءه القران. نعم لله. نعم. الله يجازيك بالخير ودير لي واحد الدعوه للحفيد ديالي ولوليداتي والاخوات والاخوان والوالدين بالرحمه والعافيه ويرحمهم ربي ان شاء الله في هذا النهار يا رب. وجميع المسلمين والمسلمات يا رب. ودعي معايا كيف ما العاده، راني مريضه شويه، دعي معايا الحاج قريبان. الله يشافيك لاله خديجه. الله يشافيك. امين 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 الحاج قريبان، بارك الله فيك. شكرا سيدي. شكرا. اكرمك الله اكرمك الله، الله يزيدك ايمان ويزيدك الله يقين ويحفظ لك الله الوليدات ويحفظ لك الله العائله، وربي عز وجل يمتعك بالصحة والعافية وطول العمر يا رحمن يا رحيم. لالة خديجة، أما عن السيدة زينب لك يقول بنتي بنتي رسول الله دفينة مصر، هذه هي بنت السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء، هي أنجبت 4 من الأولاد، أنجبت ذكرين وبنتين، الذكرين هما الحسن والحسين، والبنتين هي زينب وأم كلثوم. ولما وقعت الفتنة الكبرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالفتنة الكبرى، أن الجيش معاوية مع جيش سيدنا علي ثم غادي يحتدم الصراع، فغيهاجروا آل البيت، غادي يفرون من سلطة الأمويين، وكان قد تولى الحكم اليزيد، كان يقال إلى عن اليزيد ولا تزيد. فالحسن طلب المسالمة ورفع الراية البيضاء فنجا، سيدنا الحسين دخل معهم في العراق فقتلوه وكل من كان معه، والسيدة زينب فرت إلى مصر، وأم كلثوم قتلت. فسيدنا زينب هي بنت فاطمة الزهراء، يقال لها بنت بنت رسول الله، هي الآن دفينة في مصر، هي من آل بيت رسول الله، وعندها واحد المقام رفيع عند مزار في مصر، ويزورها الناس ويتبركون بزيارتها ويعظمون شأنها، وإن كان البعض الآخر يغالي في هذا التعظيم، حتى أنه يستغيث بالقبر ويبكي عندها يا بنتي بنتي رسول الله، كل خصوصا النساء المظلومات، النساء المعنفات، كيمشيوا للضريح ديالها وكيبكيوا لأنها كانت مظلومة، وبأعجوبة فرت من ساحة القتال ووصلت إلى مصر. الاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالى، حتى سيدنا رسول الله صاحب المقام الأرفع لما نزوره في المدينة المنورة وندخل إلى الروضة الشريفة، نسلم عليه ونقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، ونشهد، نجدد الشهادة، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجهت في الحق جهادي، ثم ندعو الله له، اللهم جازي عنا هذا النبي خير الجزاء، ندعو الله تعالى، هكذا علمنا أننا لا ندعو أحد سوى الله، حتى لمقام رسول الله نقول اللهم جازي عنا سيدنا محمد خير الجزاء، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، واسقينا شربة ماء من حوضه يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا نتمسك بسنته،
واجعلنا نوقر أهل بيته، هكذا أدعية، لكن لا ندعو الميت بل ندعو فقط الله تعالى. فالسيدة زينب هي بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله التي خلفت أربعة، الحسن والحسين ذكرين، وزينب وأم كلثوم هما بنتين، ولا إله إلا الله. أما السؤال الثاني جوابه ما هي الأوقات التي لا ينبغي أن نقرأ فيها القرآن الكريم، هو أصلا ليس هناك وقت لتلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتلى في كل وقت وحين، القرآن الكريم يتلى حتى ولو كان الإنسان غير طاهر فإنه لا يمس المصحف ويقرأ من محفوظاته. فالقرآن الكريم هو ذكر، والذكر يكون في كل وقت وحين، ليس على مدار 24 ساعة. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخير الذكر هو تلاوة القرآن الكريم. فقط من آدابه أن الإنسان لا يمس صفحة المصحف إلا بعد أن يكون طاهر، فالمرأة الحائض والرجل الجنوب لا يمس المصحف، ولكن إذا أراد أن يقرأ فإذا كان يحفظ شيئا من محفوظاته فليقرأ بها. وإن إذا كان عنده من غير المصحف كان عنده هاتف نقال، الهاتف النقال ليس حكمه المصحف، الهاتف النقال هو في شريحة فيها تسجيلات كثيرة من بينها المصحف ممكن أن يقرأ به. فالذكر وتلاوة القرآن ليس له وقت محرم أو ممنوع، فنحن نقرأه في كل وقت وحين على مدار 24 ساعة. وقد جاء في الأثر من أراد أن يكلمه الله فعليه بتلاوة القرآن. إذا أردت أن الله تعالى يكلمك مباشرة اقرأ القرآن، وإذا أردت أنت أن تكلم الله تعالى عليك بالسجود، وأنت ساجد تذكر اسم الله وتناجيه وتسأله ما تشاء. فأسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. أما السؤال الثاني جوابه ما هي الأوقات التي لا ينبغي أن نقرأ فيها القرآن الكريم، هو أصلا ليس هناك وقت لتلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتلى في كل وقت وحين، القرآن الكريم يتلى حتى ولو كان الإنسان غير طاهر فإنه لا يمس المصحف ويقرأ من محفوظاته. فالقرآن الكريم هو ذكر، والذكر يكون في كل وقت وحين، ليس على مدار 24 ساعة. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخير الذكر هو تلاوة القرآن الكريم. فقط من آدابه أن الإنسان لا يمس صفحة المصحف إلا بعد أن يكون طاهر، فالمرأة الحائض والرجل الجنوب لا يمس المصحف، ولكن إذا أراد أن يقرأ فإذا كان يحفظ شيئا من محفوظاته فليقرأ بها. وإن إذا كان عنده من غير المصحف كان عنده هاتف نقال، الهاتف النقال ليس حكمه المصحف، الهاتف النقال هو في شريحة فيها تسجيلات كثيرة من بينها المصحف ممكن أن يقرأ به. فالذكر وتلاوة القرآن ليس له وقت محرم أو ممنوع، فنحن نقرأه في كل وقت وحين على مدار 24 ساعة. وقد جاء في الأثر من أراد أن يكلمه الله فعليه بتلاوة القرآن. إذا أردت أن الله تعالى يكلمك مباشرة اقرأ القرآن، وإذا أردت أنت أن تكلم الله تعالى عليك بالسجود، وأنت ساجد تذكر اسم الله وتناجيه وتسأله ما تشاء. فأسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.